الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الذين لا يرجون لقاء لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا الله سمع الله لمن حمده
الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا.
ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا جعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا الله سمع الله لمن الله 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 أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة الكرام، من خلال القراءة المباركة من أخينا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم، مررنا ببعض الآيات أحتاج إلى أن أقف عند بعضها. قول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي إن أي عمل لا يكون أساسه الإيمان فهو عمل ضائع مهما كانت الأعمال. ولذلك قبل أن يكلفنا الله عز وجل بأي تكليف يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. آمنوا، الإيمان أولا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، صيام غير قائم على الإيمان صيام غير صحيح غير مقبول. إذن أي عمل لا يكون أساسه الإيمان فهو عمل ضائع، وأي عمل كذلك يدخله الرياء فهو عمل ضائع، لأن الذي يرائي يعمل لغير الله. خلاص، انتظر غير الله يعطيك الجنة إن كانوا يملكون الجنة، انتظر الناس الذين عملت لهم انتظرهم حتى يدخلوك الجنة أو يبعدونك عن النار، هم لا يملكون ذلك. أنت عملت للناس حتى يمدحونك، وقد مدحوك أخذت أجرك منهم. أما عند الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه نقطة حتى لا نطيل عليكم. النقطة الثانية: ويوم يعض الظالم على يديه. الآية تصور لك كأن الظالم يقف الآن أمامك وهو يعض على أصابعه من الندم مما وقع فيه في الدنيا، هو لا يملك شيئا يوم القيامة ولا ينفعه الندم، لكنه مات ظالما. ليس شرطا أن يكون هو نفس الظالم، هو نفسه الظالم، ولكن من كان مؤيدا للظالم فهو ظالم، كل مؤيد للظالم فهو ظالم، يتحمل نفس الإثم. تخيل واحد بيسأل أحد العلماء القدامى، بيقول له: أنا بشتغل خياط ترزي لهؤلاء الحكام، فهل أكون ظالما؟ قال: لا، أنت لست ظالما، أنت من أعيان الظالمين، أنت من أعيان الظالمين. خلي بالكم، الترزي اللي بخيط البدلة للظالم له دور في رسم شخصية هذا الظالم وهذا المجرم. وعندي أمثلة كثيرة من واحد كان يعمل يعني ترزي لأحد الرؤساء الأمريكيين هنا، في لكن لا داعي لذكر هذه الأمور. يعني هو يصنع دكتاتور، يصنع ظالم، يؤيد ظالم. هؤلاء لم ينفعهم الظالمون الذين أيدوهم، لم ينفعوهم يوم القيامة.
فيأتي يوم القيامة يجد نفسه والعياذ بالله في عذاب، فيعض على أصابعه ويقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق المؤمنين، يا ليتني سلكت طريق الصالحين ولم أكن مع هؤلاء الظالمين، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يعني يا ويلي، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليت من الأدوات التي تفيد التمني، والتمني هو طلب شيء، هو طلب المستحيل. التمني هو طلب المستحيل، كما يقول الرجل الذي كبر في السن، يعني بقول: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ونحت على الشباب بدمع عين، فما نفع البكاء ولا النحيب، فلو كان الشباب يباع بدمع عين لأعطيت المبايع ما يريد. فهذا يتمنى أن لو كان في الدنيا بعيدا عن صحبة هؤلاء. ولذلك من الأمر العجيب أن هؤلاء الظالمون الذين اتبعهم هؤلاء الذيول وصاروا ظالمين مثلهم، هؤلاء الظالمون الكبار يتبرؤون منهم يوم القيامة. وقال الذين اتبعوا للذين وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يجي الضعاف، المساكين، الذيول الذين اتبعوهم يقولون: لو رجعنا إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ولذلك أيها الأحبة، المسلم العاقل يجب ألا يكون إمعة، لا تلغي عقلك وتتبع الآخرين دون أن تفكر. أنت إنسان مستقل، أنت حر، يجب عليك أن تفكر 1000 مرة عندما تتبع سين أو صاد من الناس. أنت قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة. من هو الإمعة؟ الذي يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. هذا هو الإمعة، وهذا هو الذي لا يحبه الإسلام ولا يرغب فيه. لا يكن أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت. أنا مع الناس، بيعملوا خير أعمل معهم، أنا يعملوا شر نعمل معهم، يعني أنا هطلع لوحدي؟ يعني النبي يقول: ولكن وطنوا أنفسكم. لازم يكون أنت صاحب مبدأ، صاحب قرار، صاحب رأي. وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم. أنا مع أي واحد يعمل خير ولو كان عدوا لي، ما دام يقول الحق، ما دام يعمل خيرا أنا معه، وأنا لست مع أي إنسان يعمل شر ولو كان أبي أو أخي. هذا هو مبدأ اسمه في الإسلام البراء والولاء، الولاء والبراء، ده مبدأ عقائدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى ذلك: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحق، وأن يجعلنا من أهل الحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
استوى صديقه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن أو أراد شكورا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا
التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. الله سمع الله لمن حمدا. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يوما لا يجزي والد عن ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله
استقيم رحمه الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم عافنا واعف عنا ورضنا وارض عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا، وأنت يا ربنا على كل من ظلمنا وآذانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وعلمائنا ومشايخنا، واجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم أحسن ختامنا، تول أمرنا، فك كربنا، فك كربنا، اللهم فك كربنا، وفرج همنا، ويسر أمورنا، واقض حوائجنا، وأد الدين عنا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، تقبل منا جميع أعمالنا. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. نسألك اللهم علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن عبادك المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، ومن عبادك المقبولين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا. اللهم أجرنا من النار، ومن عذاب النار، ومن كل عمل يقربنا إلى النار. نسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أولادنا، وأصلح بناتنا وزوجاتنا، وأصلح جميع المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا،
اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم انصر المستضعفين، اللهم انصر المستضعفين وانصر المجاهدين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. أيدهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك. اللهم اشف مرضاهم وداوِ جرحاهم وارحم موتاهم. اللهم اخلفهم في أهليهم بخير. اللهم انتقم من الظلمة، اللهم انتقم من القتلة، اللهم انتقم من الخونة. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم زلزل عروشهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم. يا حي يا قيوم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين وفك سجن المسجونين. اللهم فك سجن المسجونين. اللهم فرج عن المظلومين. اللهم فرج عن المظلومين. اللهم فرج عن المظلمين عن المظلومين. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنتقم من الظالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم ما يشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.